طبعا يا جماعه عشان نبقى برضو منطقيين انا مع جدا، انا كنت بهزر طول الحلقه الفقره ايوه كان متفق معانا انا مع جدا ان الراجل يساعد البنت، لان البنت دي هي امك اختك مراتك بنتك، ودايما ده اللي انا بقوله دايما لازم نساعدهم، بس ما نبقاش بنساعد من منطلق اللطافه، ويعني خليك انسان سوي وساعد على اساس ان دي اختك او امك او حد من قرايبك، ان انت بتحترمها فعايزها تعدي علشان ما حدش يضايقها، حد يتحرش بيها، حد يعمل لها اي حاجه تضايقها. فيا ريت كل الناس اللي بتتعامل من المنطلق ده، ويعني الناس التانيين بقى يبطلوا. يلا سقف لها ربنا يخليك يا رب.